لم يسلم النساء الحوامل من الإصابات، منهم من أجهض ومنهم من أصيب ومنهم من تم عمل له إجراء ولادة ما قبل موعد الولادة، وهذا بسبب القصف والعدوان الصهيوني الغاشم على المواطنين وهم ساكنين في أماكن سكناهم. لم تسلم أيضا الأجنة من بطون وهم في داخل بطون أمهاتهم من هذا القصف، ناهيك عن بعض الأطفال لم يستكمل فترة الحمل وهو جنين في بطن أمه وتم إجراء له ولادة قبل موعد الولادة بشهر أو بشهرين، وهي منهم هؤلاء الأطفال وصلوا إلى المستشفى وتم وضعهم في داخل أقسام الحضانة، مما ازداد عدد الحالات في داخل أقسام الحضانة، وهناك عدد كبير من الأطفال حديثي الولادة لم يوجد لهم أماكن في هذا المستشفى. فخر بالحليب، حليب الأطفال. هذا الطفل بدل ما إعطائه وجباته بالكامل كل 3 ساعات فترة الرضاعة، الآن نقدم له الحليب كل 6 ساعات ونكمل على بعض المحاليل، وهذا الوضع يعني مأساوي جدا في كما ترى أخي الكريم، يعني حتى الحصول على الحليب الآن يعني يعتبر إنجاز عظيم إذا تم الحصول على علبة حليب في جميع المحافظة الوسطى. نقص في المستلزمات الطبية، نقص في الأدوية، نقص في الوقود، نقص في حليب الأطفال. الوقود الآن لدينا لا يستمر فترة طويلة، إذا توقف الوقود وتوقف المولد الكهرباء الذي يعمل في مستشفى شهداء الأقصى، للأسف سيتم تحويل جميع المرضى من الأطفال القدر في هذا المستشفى إلى يعني حكم عليهم بالإعدام وسيتم دفنهم بمقابر جماعية. ابني بيعاني من عنده مشكلة في الصمام في القلب، هذا الاشي انه مش موجود داخل غزة، لازم جراحة بالخارج، عملنا تحويلة فبنستنى انه يفتح معبر رفح ينسقوه يطلعوا لنا اياه، تحويلتنا جاهزة وهنا بنستنى دوره انه يسافر. بنعاني بشكل جدي بخصوص الاجهزة الطبية للمواليد، اجهزة التنفس الصناعي اللي تعتمد اعتماد كلي على الكهرباء، في حال انقطاع الكهرباء لا سمح الله ستتوقف الأجهزة الطبية عن العمل، وبالتالي تعرض الأطفال المواليد الخدج للوفاة بشكل مباشر. طبعا لاعتمادهم على الأجهزة الطبية كالتنفس الصناعي والأجهزة المساعدة للأطفال وكذلك الحواضن اللي بتعتمد اعتماد كلي على الكهرباء.